حلمت اني في الحاره القديمه حقتي، فكنت كانت يعني البيوت، كنت اخبر يعني البيوت واخبر محلها، فكنت كل ما ادخل بيت القاه خرب، يعني ما الله يكرمك ويكرم السامعين، في زباله ولا مهدوم البيوت، الا تقريبا 3 بيوت او شيء زي كذا، لا كانوا اهلها ساكنين فيها. رحت حتى بعد عند بيتنا القديم، ورحت عند بيت ولد عمي كان جارنا، وكان بعد نفس وضع اللي يعني البيوت الثانيه اللي هو اللي مهجوره وخربانه شيء زي كذا، كان فيها يعني اكياس زباله كثيره الله يكرمك ويكرم السامعين، و يعني كان بعد الجدران طايحه شيء زي كذا. ايوه كانت ظلمه يعني متى كانت يعني متى طيب سؤال، أسنانك تشتكي منها شيء؟ إيه نعم. فيها يعني تعب كثير من أسنانك؟ ريب والله فيه يا طويل العمر، فيه يعني تقريبا عندي 2 واللثة بعد عندي تعب شوي. والله عندي احتمال أنها تتكلم عن أسنانك. ايوه اسنانك اللي فيها تعب وخراب، هذه هذا اللي اظنه في الرؤيا. تمام الله يحفظك الله يسعدك. مرحبا.